هنا الوجه؟ ايوه. مشويش مشويش، استنى اربطها لك. ها ريتاج عامله ايه النهارده؟ اخبار مش لطيفه يا فخر، انزلاق غضروفي في الركبه. مفيش حاجه اسمها انزلاق غضروفي في الركبه، الانزلاق الغضروفي ده بيجي في الظهر. وما تقوليش اخبار مش لطيفه يا فخر عشان يبان ان انت فاهم يعني. اقعد انت بقى تتريق عليا وامسك في التفاصيل الصغيره وسيب المشكله الكبيره. عندك حق، ده بقى موت وخراب ديار. ريتاج اتصابت وبطه اتقبض عليها وخسرنا الفلوس. بس بغض البصر عن كل ده، بنات انا فخور بيكم. لا بجد فخور بيكم. احنا صحيح خسرنا الماتش وخسرنا البطوله وخسرنا كرامتنا، بس كسبنا نفسنا. وانا متاكد اننا لو كان معانا 5 دقايق زياده، 5 دقايق زياده بس، كنا كسبنا الماتش ده. بس هقول ايه، هي الرياضة كده، غالب ومغلوب. مساء الخير. يلا يا كابتن الشوط التالت هيبدأ. ايه الشوط التالت ده؟ الشوط التالت. هو في حاجة اسمها شوط تالت يا ابني؟ ورابع كمان. انتوا عاملين عرض النهارده يعني لو لعبنا شوطين هناخد عليهم التالت والرابع هدية؟ يا كابتن كرة السلة 4 أشواط. وربنا؟ وربنا. طب احنا هنيجي ورا حضرتك على طول يا كابتن. يلا كابتن هنيجي ورا حضرتك على طول. يلا صبايا هلا يلا. بس 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 خد يلا، تعالى خد يلا. انت ابني مش مدرب باسكت؟ ازاي ما تعرفش ان الباسكت 4 أشواط؟ لا سيبك من ده، ده ضيع عمره كله وفلوس السحاوي اللي سرقها وهرب بيها على لعبه هو مش عارف قوانينها. ها خلصتوا؟ قطمتوا فيا بدل ما تحمدوا ربنا ان هو بعت لنا فرصه تانيه من جديد؟ فرصه ايه؟ هنلعب ازاي واحنا ناقصين 2؟ ما تقلقيش، دي حلها عندي.